الزيارة نتاع الأمين العام للمنظمة العالمية للديوانة والوفد المرافق ليه هي زيارة تدخل في إطار معناها متابعة منظومة العمل الديوانية، والمناسبة هذه معناها ما تعرف يلزم تكون الديوانة في إطار الأهداف المرسومة اللي هي تحسين الإدارة العامة للديوانة تكون متناغمة من جهة مع المعايير الدولية وما تنادي به المنظمة العالمية للديوانة. اثنين، يلزم تكون زادة فيما إحكام للرقابة مع التسهيلات وتبسيط الإجراءات لفائدة الشركاء والمتعاملين مع مصالح الديوانة اللي هم الشركاء فاعلين مع المنظمة مع الإدارة العامة للديوانة، وفي مناخ يلزم تكون تسد ثقة ما بين الإدارة العامة للديوانة كمرفق عام كتقديم خدمة للمتعاملين معها. اثنين، الزيارة هذه جاية فيها تثمين للمجهودات اللي معناها والنتائج المسجلة من قبل معناها المصالح الديوانية بمختلف معناها الأسلاك متاحة والاختصاصات متاحة في معناها مجابهة التهديدات والمخاطر اللي تعيشها بلادنا اللي تعرفوها الناس الكل، اللي هي التهريب في علاقته بالتجارة الموازية، في علاقته بالإرهاب، في علاقته بالجريمة المنظمة. أكثر من ذلك الزيارة هذه باش تكون هي معناها متابعة عن لصيقة للعمل الديواني، باش تكون فيه معناها نوع من التحسينات فيما يتعلق معناها حاجيات ذات الأولوية للإدارة العامة للديوانة. الحاجيات هذه مربوطة باش تكون أكيد بالجوانب الفنية والجوانب المادية. الجانب الفني هو يتعلق بكل ما هو تبادل خبرات، تبادل تجارب، دورات تدريبية، دعم قدرات الإدارة العامة للديوانة من خلال وسائل بشرية. والمادية باش تكون بيان سور حسب الحاجيات، حسب الأولويات، حسب التشخيص اللي نحن باش نقدموه وباش معناها يسر عليه السيد الأمين العام للمنظمة العالمية للديوانة والوفد المرافق ليه.